وزارة الصحة تعلن استشهاد 15 متظاهراً وإصابة 190 آخرين خلال المظاهرات في محافظة البصرة الأسبوع الماضي. الأوساط السياسية تكشف عن تحالف قائمة سائرون مع قائمة الفتح عقب المظاهرات التي شهدتها محافظة البصرة. القوات المسلحة التركية تتمكن من قتل 9 إرهابيين من PKK الإرهابي في عملياتها العسكرية بشمال العراق وجنوب شرق تركيا. خروج مشفى في محافظة إدلب عن الخدمة كلياً جراء قصفه ببراميل متفجرة نفذتها مروحية تابعة لقوات النظام السوري. أسعدتم مساء مشاهدينا الأكارم في كل مكان. من استوديو الشهيد أحمد هاجروغلو نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. تواصلا للتظاهرات الغاضبة لمطالبة بتوفير الخدمات وتلوث المياه في محافظة البصرة، أعلنت وزارة الصحة عن حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الماضي، استشهاد 15 شخصا وإصابة 190 آخرين. في إطار تصاعد وتيرة الاحتجاجات بمحافظة البصرة بسبب تلوث المياه ونقص الخدمات، أعلنت وزارة الصحة عن حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها المحافظة، استشهاد 15 شخصاً وإصابة 190 آخرين. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان إن حصيلة التظاهرات التي شهدتها مدينة البصرة بلغت 15 شهيداً و190 جارحاً من المتظاهرين والقوات الأمنية بإصابات مختلفة، مضيفاً أن أكثر المصابين تم معالجتهم وخرجوا متحسنين. وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطورات خلال الأيام الماضية. بالتزامن مع ما شهدته محافظة البصرة من احتجاجات عارمة خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى إحراق العديد من مقرات الأحزاب السياسية بالإضافة إلى حرق القنصلية الإيرانية في البصرة، أكد نواب في البرلمان خلال تصريحات لهم عقب الجلسة الاستثنائية أمس السبت أن البصرة بحاجة إلى تغييرات جذرية بهدف تقديم أفضل الخدمات لأبنائها الذين يعانون من صعوبات ومشاكل كثيرة. بالتزامن مع ما شهدته محافظة البصرة من احتجاجات عارمة خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى إحراق العديد من مقرات الأحزاب السياسية بالإضافة إلى حرق القنصلية الإيرانية في البصرة، أكد نواب في البرلمان خلال تصريحات لهم عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب أن البصرة بحاجة إلى تغييرات جذرية بهدف تقديم أفضل الخدمات لأبنائها الذين يعانون من صعوبات ومشاكل كثيرة. وفي حديث للنائب كاظم الشمري عن ائتلاف الوطنية خلال مؤتمر صحفي عقده في قبة البرلمان أن ائتلاف الوطنية يتابع ببالغ الأهمية الأحداث والتطورات في محافظة البصرة، مبينا أن الائتلاف
قدم عدداً من المقترحات إلى البرلمان تضمنت حلولاً واقعية وجدية بهدف حل المشاكل والمعوقات التي تواجه أبناء البصرة، وأضاف قائلاً: خارطة الطريق التي قدمها ائتلاف الوطنية لحل أزمة البصرة تتمثل بالخطوات التالية: أولاً حل مجلس المحافظة وتخويل لجنة من عدد من الوزراء وعدد من النواب لإدارة شؤون المحافظة. 2. إرسال مجموعة من الوزراء مع صلاحيات موسعة، وهذه الوزارات مثلاً وزارة الدفاع، الداخلية، الصحة، الإسكان والإعمار والبلديات، ووزارة الموارد المائية وغيرها، للبقاء في البصرة لحين انتهاء الأزمة. 2. مطالبة الحكومة برفع ميزانية المحافظات وخصوصاً محافظة البصرة، وتخصيص ميزانية طوارئ إضافية إلى ميزانيتها الأصلية. من جانب آخر، وفي حديثها لمراسل فضائية تركمانلي، أوضحت النائبة في البرلمان عن ائتلاف النصر هدى سجاد أن أبناء محافظة البصرة يعانون من مشاكل وصعوبات كثيرة، مشددة على ضرورة إرسال وفد وزاري يتمتع بصلاحيات كبيرة ليتسنى له وضع الحلول اللازمة لمشاكل محافظة البصرة. نار البصرة لن تنطفئ في البصرة إذا لم تعالج بشكل أساسي ما هو مؤذي أهل البصرة، وسوف تنتقل إلى كل محافظات العراق إذا ما عولجت بأسباب وعفوا بأساليب حقيقية واقعية قريبة للمواطن وخدمته. تشكيل وفد وزاري برئاسة وزير يكون مقيم في البصرة، أنا أعتقد يجب أن يحمل صلاحيات مجلس الوزراء دون الرجوع لمجلس الوزراء لمعالجة المشاكل بشكل آني وفعلي. تواصلاً للمظاهرات التي تشهدها محافظة البصرة بسبب تلوث المياه وسوء الخدمات، نشرت السفارة الأمريكية في العراق تحذيراً أمنياً جديداً، فيما دعت موظفي القنصلية الأمريكية بالبصرة إلى تجنب التحرك بالمحافظة. نشرت السفارة الأمريكية في العراق تحذيراً أمنياً جديداً، فيما دعت موظفي القنصلية الأمريكية بالبصرة إلى تجنب التحرك بالمحافظة. وقالت السفارة في بيان نشر على موقعها الرسمي إن بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تقوم بتقييد تحركاتها خلال شهر محرم، خاصة بذكرى عاشوراء الذي يصادف يوم الثلاثاء 18 من أيلول وحتى الجمعة 31 من أيلول الحالي، بسبب إغلاق الطرق المتوقع وحشود غير متوقعة. وأضاف البيان أن بعض الاحتجاجات في البصرة تحولت إلى العنف، مما أدى إلى مقتل وإصابة المتظاهرين وقوات الأمن، مشيرة إلى أن موظفي حكومة الولايات المتحدة في البصرة عموما يتجنبون التحرك في أي منطقة يمكن أن تحدث فيها مظاهرات، بما في ذلك منطقة الأعمال المركزية بالمحافظة. بعد إعلان كتلة الإصلاح والإعمار التي تضم قائمة النصر بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي وسائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحكمة بقيادة عمار الحكيم والقرار بقيادة أسامة النجيفي، إلا أن الموازين السياسية والتحالفات السياسية قد انقلبت بعد المظاهرات الدموية التي شهدتها محافظة البصرة بسبب سوء الخدمات، حيث ظهرت أن قائمة سائرون بقيادة مقتدى الصدر التي كانت تقف مع قائمة النصر بقيادة حيدر العبادي قد غيرت قرارها وأصبحت تقف إلى جانب قائمة الفتح بقيادة هادي العامري. هذا ما أعلن عنه في الأوساط السياسية. إليكم هذا التقرير. بعد إعلان كتلة الإصلاح والإعمار التي تضم قائمة النصر بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي وسائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحكمة بقيادة عمار الحكيم وقرار بقيادة أسامة النجيفي، إلا أن الموازين السياسية والتحالفات السياسية قد انقلبت بعد المظاهرات الدموية التي شهدتها محافظة البصرة بسبب سوء الخدمات، حيث ظهرت في الأوساط السياسية بوادر انتقال قائمة سائرون بقيادة
مقتدى الصدر إلى التحالف مع قائمة الفتح بقيادة هادي العامري، حيث أكدت كتلة صادقون النيابية بقيادة القيادي بائتلاف الفتح حسن سالم بأن هناك تحالف بين سائرون والفتح. وأضافت الكتلة أنه بالتأكيد أصبح هناك تقارب بين الفتح وسائرون، كما كشف مصدر من ائتلاف الفتح بقيادة هادي العامري عن وصول التفاهمات ما بين تحالف الفتح وتحالف السائرون إلى مراحل متقدمة لغرض تشكيل الحكومة المقبلة، مضيفا أن هناك حراكا انطلق قبل أيام بين تحالفي سائرون والفتح يهدف إلى تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا، مؤكدا أن الجهود قائمة حاليا لتسمية رئيسا للوزراء. يذكر أن قائمة سائرون قد عقدت يوم أمس مؤتمرا صحفيا في مبنى البرلمان، والذي دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الاستقالة بسبب الأوضاع المتردية في محافظة البصرة. انفجرت إحدى الخطوط الناقلة للنفط شمال شرق المحافظة إثر عمل تخريبي بتفجير عبوتين ناسفتين، وقد أدى الانفجاران إلى اندلاع النيران في الأنبوب ولم يتم إخمادها إلى الآن. تواصلا لما تقوم به عناصر إرهابية من استهدافات متكررة للأنابيب الناقلة للنفط في محافظة كركوك، انفجرت إحدى الخطوط الناقلة للنفط شمال شرق المحافظة إثر عمل تخريبي بتفجير عبوتين ناسفتين، وقد أدى الانفجاران إلى اندلاع النيران في الأنبوب، حيث أدى الانفجار العبوة الناسفة الأولى إلى إلحاق أضرار بالخط الناقل، مما أدى إلى اندلاع النيران جراء تسرب النفط الخام منها، ويقع الخط بين قريتي درة ومامة شمال شرق محافظة كركوك، فيما أصيب عنصران من فرق الإطفاء لدى توجههم إلى موقع التفجير جراء انفجار عبوة ناسفة ثانية بالقرب من موقع انفجار العبوة الناسفة الأولى، ولم تتمكن فرق الدفاع المدني والإطفاء من إخماد ألسنة النيران المندلعة في الخط الناقل للنفط لغاية الآن. دعا مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية قاسم قزانتو في بيان رئيس الوزراء حيدر العبادي ونواب محافظة كركوك والإدارة المحلية في المحافظة بالتدخل العاجل والوقوف أمام عراقيل وزارة الدفاع في فتح المطار. وجاء في البيان بعد مرور ما يقارب عام على فرض سلطة القانون في محافظة كركوك وتنفس الأهالي الصعداء منه، وبعد المحاولات العديدة والفاشلة لعودة أعداء كركوك إليها، مرة أخرى بدأوا ينتهجون نهجا عدائيا ضد أبنائنا في كركوك عبر عرقلة إنجاز المشاريع الخدمية في المحافظة. نحن كممثلي الشعب التركماني في كركوك نراقب عن كثب موضوع افتتاح مطار كركوك، حيث لاحظنا في الآونة الأخيرة هناك جهات من خارج محافظة كركوك تضغط على الوزارات المعنية لعرقلة فتح مطار كركوك كي لا يتم افتتاح المطار. وأضاف البيان أنه وبالرغم من وجود موافقات رسمية من رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير النقل كاظم فنجان بفتح المطار، ولكن بسبب ضغوطات جهات معادية وخاصة وزارة الدفاع تعرقل فتح المطار، لذا لم يتم افتتاحه لغاية الآن. ونأمل من المسؤولين التدخل العاجل لفتح مطار كركوك وتحقيق حلم مواطنيها بأسرع وقت ممكن. في ذكرى مرور 40 يوما على وفاة رئيس مجلس تركمان العراق يونس بيرقدار، جرى في جامع النور الكبير بمدينة كركوك تنظيم منقبة نبوية على روح المناضل يونس بيرقدار بحضور جمع غفير من الشخصيات والمواطنين التركمان. استذكارا لمواقفه في الدفاع عن قضايا الشعب التركماني، جرى في جامع النور الكبير بمدينة كركوك تنظيم منقبة نبوية شريفة على روح رئيس مجلس تركمان العراق يونس بيرقدار، وذلك في ذكرى مرور 40 يوما على رحيله. وجرى خلال المنقبة النبوية تلاوة آيات من القرآن الكريم وإنشاد الابتهالات والأدعية على روح المناضل التركماني الراحل يونس بيرقدار. وقد حضر المنقبة النبوية جمع غفير من الشخصيات والمواطنين التركمان الذين تلوا سورة الفاتحة على روح الفقيد، مبتهلين إلى الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وفي أحاديث لفضائية تركمانيلا أشاد نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران بأن المرحوم يونس بيرقدار ذو قلب طيب ومناضل وموحد صفوف الشعب التركماني، متمنيا من الله عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته. كما تحدث مسؤول فرع الجبهة التركمانية العراقية قاسم قزانشا بأن شهداء التركمان والمناضلين لا يمكن نسيانهم، وبأننا سنظل نجاهد ونناضل في سبيل القضية التركمانية العادلة. من جانبه قدم نائب رئيس مجلس تركمان العراق نهاد قوشتو الشكر لجميع الحاضرين للمنقبة النبوية، متمنيا لذوي المرحوم الصبر والسلوان وأن يسكنه المولى عز وجل فسيح جناته. ضمن العمليات العسكرية التي تشنها القوات المسلحة التركية ضد التنظيمات الإرهابية داخل تركيا وشمال العراق، نفذ سلاح الجو التركي غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لمنظمة PKK الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 9 من عناصر منظمة PKK في شمالي العراق وجنوب شرق تركيا، حيث أعلنت رئاسة الأركان التركية في بيان أن المقاتلات التركية نفذت غارات على مواقع للمنظمة الإرهابية في مناطق الزاب وأفاشين باستيان شمالي العراق، بالإضافة إلى مواقع تابعة لها في محافظة سرت جنوب شرقي تركيا. وأشار البيان إلى مقتل 9 من إرهابيي منظمة PKK كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات على وحدات تركية حدودية، ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة PKK الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، بالتزامن مع التصعيد الخطير في محافظة إدلب شمالي سوريا. وصلت تعزيزات عسكرية جديدة من الجيش التركي إلى محافظة كليسة التركية لدعم الوحدات العسكرية المنتشرة داخل الأراضي السورية. ضمن تواصل القوات المسلحة التركية حشد قواتها العسكرية عند حدودها مع سوريا، وصلت تعزيزات عسكرية جديدة من الجيش التركي إلى محافظة كليس التركية لدعم الوحدات العسكرية المنتشرة داخل الأراضي السورية. حيث وصلت إلى محافظة كليس قافلة عسكرية ضمت شاحنات محملة بالدبابات والمدافع والعربات المصفحة، فيما توجهت القافلة إلى الحدود مع سوريا لتعزيز القوات المنتشرة على امتدادها وسط تدابير أمنية. في وقت سابق وصلت لمحافظة كليس جنوبي تركيا 15 قافلة تعزيزات عسكرية جديدة لدعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا. تواصلا للحرب في سوريا، قصفت مروحية تابعة للنظام السوري ببرميل متفجر مشفى في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي البلاد، ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية إلا أنه أدى لخروج المشفى عن الخدمة. رغم إعلان إدلب ومحيطها منطقة خفض توتر في أيار 2017 بموجب اتفاق أستانة، قصفت مروحية تابعة للنظام السوري ببرميل متفجر مشفى في بلدة حاس التابعة لمحافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي البلاد. وقد أكدت مصادر محلية أن مروحية نظام الأسد ألقت برميلا متفجرا على المشفى، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية إلا أنه أدى لخروج المشفى عن الخدمة. ومن جانب آخر أكدت مصادر في الدفاع المدني السوري مقتل 28 شخصا وإصابة 51 آخرين على الأقل منذ بداية الشهر الجاري في محافظتي إدلب وحماة. بمناسبة إقامة مهرجان نيسيا الدولي الخامس للطيران في السادس من أيلول، نظم فريق نجوم تركيا التابع لسلاح الجو التركي عروضا بهلوانية حبست أنفاس المشاهدين لها، حيث التقطت مشاهد مصورة من داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات
المشاركة في العروض الجوية التي أقيمت في قضاء أدرميت بمحافظة بالكاسير في تركيا. بمناسبة إقامة مهرجان ميسيا الدولي الخامس للطيران في السادس من أيلول، نظم فريق نجوم تركيا التابع للسلاح الجوي التركي عروضاً بهلوانية حبست أنفاس المشاهدين لها، حيث التقطت مشاهد مصورة من داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات المشاركة في العروض الجوية التي أقيمت في قضاء أدرميت بمحافظة بالكاسير في تركيا. وقد نظم فريق نجوم تركيا العروض الجوية في سماء محلة أقتشاي التابعة لقضاء أدرميت، واللقطات المصورة هي من قمرة قيادة إحدى طائرات فريق نجوم تركيا. وقد أدى فريق نجوم تركيا حركات طيران بهلوانية في الجو عبر المشاركة في حركات الشقلبة والطيران اللولبي، وأظهرت حركات الطيران البهلوانية التي أداها فريق نجوم تركيا مدى القابلية التي يتمتع بها الفريق عبر الطيران بسرعات عالية وتنفيذ حركات طيران متنوعة أبهرت المشاهدين لها. توفي الشيخ مزاحم العاصي أحد شيوخ عشيرة العبيد في العراق والعالم العربي عن عمر نهز 72 عاماً، حيث وري جثمانه الثرى بجوار ربه في مقبرة الحديديين بمنطقة المصلى في مدينة كركوك. ويعتبر الشيخ مزاحم العاصي أحد شيوخ عشيرة العبيد في العراق والعالم العربي، وهو شقيق الأمير أنور العاصي والشيخ وصفي العاصي. وجاء وفاة الشيخ مزاحم العاصي إثر مرض عضال كان يعاني منه. والراحل الشيخ مزاحم العاصي من مواليد عام 1946 في محافظة كركوك، وتم تشييع جثمانه وسط أجواء من الحزن والأسى بحضور شيوخ وعشائر عربية ومواطنين من محافظة كركوك. تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم عائلته وذويه الصبر والسلوان. نهاية النشرة، إلى اللقاء.